خلاني متمسك بهذا الشيء وحتى واجهت صعوبات. كيف ما تشوف من متى ما تشوف خذت وقت طويل جدا، فأنا كنت مصر وما زلت مصر. قصتنا اليوم مختلفة، قصة عن النجاح، التحدي، الإصرار، وصولا للا مستحيل. ماجد الجناحي، برحب فيك عبر ليالينا. ماجد، اليوم أنت ولدت فاقد للبصر، لكن هذا الشيء ما خلاك توقف ووصلت لتكون مذيع وشخص ناجح جدا بالمجتمع. احكي لنا كيف كانت هاي التجربة. أنا يمكن بداياتي كانت صعبة في كل شيء، لكن بعدها لما أتذكر البدايات أبتسم وأقف قليلا وأضحك ضحكة كذية، لأن أتذكر يوم أقول هذا كان بالأمس. فدائما البدايات يعني لما أتذكرها يعني تجي في بالي كذي لحظات أني أضحك فيها وأستمتع، لأني أتذكر لحظات جميلة جدا. ضيف على هذا الشيء أخوي بأني أنا لما كنت صغير كنت حاب مهنة الإعلام أو مهنة التقديم البرامج الإذاعية خصوصا، فهذا الشيء خلاني متمسك بهذا الشيء وحتى واجهت صعوبات. نعم، بتتذكر مرحلة الطفولة كيف كانت؟ والله مرحلة الطفولة جميلة جدا. مرحلة الطفولة مرحلة الاستكشاف، خصوصا لما كان عمري 8 سنوات. هني ابتدت الحكاية، وهني أنا قررت أني أكون مذيع. هني أنا حبيت المجال هذا لأني كنت أسمع برامج إذاعية كثيرة في هذه الفترة، فأنا كنت مصر وما زلت مصر أني أنا أستمر في هذا المجال وأطور دائما من إمكاناتي وأطور دائما من خبراتي بشكل أكثر. أنا مريت في الكثير من التحديات، سواء في تعلمي لطريقة برايل اللي هي الطريقة الوحيدة اللي من خلالها المكفوف يقدر يقرأ عن طريق اللمس، وهذه وسيلة طورها العالم الفرنسي المخترع لويس برايل. نعم بالضبط. فلما كنت صغير كنت أحاول أتعلم هذا الشيء، وخذت وقت طويل جدا بأني أنا أتعلم طريقة برايل، كم من سنة إلى سنة ونص. الحين لما أسمع الجيل الحالي يتعلمونه خلال فترة زمنية بسيطة جدا وجدا وجدا. ولما دخلت الفصل كأنه كان عرس فرح كذا، كل واحد جاي يستكشف، كل واحد جاي يقول لي أنت كيف ما تشوف، من متى ما تشوف، شو من المسلسلات تحب تسمع أو شو من المسلسلات تطالع، أنت من متى ما تشوف، كيف تكتب. كانت الأسئلة الفضولية زائدة شوية، لكن بالعكس كانوا لي الخير الأصدقاء وما زالت تربطني فيهم علاقة جدا طيبة.